محمل اليازي يا ابو الغوازي سافر حبيبي يا عيني وانا مو براضي سافر حبيبي يا عيني وانا مو باكر يمر وانا اقول بيون واليوم الباكر يمر وانا اقول بيون يا محمل اليازي يا ابو الغوازي سافر حبيبي يا عيني ولا واقول اليوم باكر ببينون واعطي المبشر يا عيني بوسه من العيون واعطي المبشر يا عيني بوسه من العيون يا محمل للناس جاني بتبعه لو ما الخيار للناس جاني بتبعه يا محمل اليازي Oh,
الصلاة والصوم حضني على البال شر والصلاة والصوم حضني على البال يا محمل يا زياد كذا. كنا أعزائي المشاهدين قد استمعنا إلى الهاوي ناصر العوض وأغنية الفلكلورية يا محمل اليازي. ضيوفنا في لجنة اليوم هم السيدة تفيدة أحمد الملاح، أستاذة بمعهد الدراسات الموسيقية في الكويت، والأستاذ الملحن العراقي المعروف طالب القراغلي، والأستاذ الفنان عثمان السيد رئيس قسم الموسيقى في تلفزيون الكويت. يا هلا وسهلا فيكم. يسرنا طبعا كالعادة أنكم تشاركونا في يعني الرأي. ابداء الرأي بالنسبة للرأي العلمي. طبعا احنا نبتدي بال بس طبعا مو رأي نهائي يعني. لا طبعا هو مو رأي نهائي لان متهيألي لازم لازم تكون يعني يكون جميع المشتركين معانا في ذاك الوقت في الحلقة ان شاء الله النهائية ويكون رأي قاطع. نبدأ بالأستاذة تفيدة، شنو رأيك باللي سمعتيه؟ والله اللي سمعته معقول بالنسبة للي أنا سمعه في النغمات، بيلقيها طبعا بنغمات طريقة مظبوطة، بس طبقة صوته محدودة يعني. بالنسبة لطبقات الصوت فهي محدودة. ليه؟ احنا عندنا نوعين من الأصوات وهو نساء ورجال، فالرجال بتبقى تتغير حدة الصوت بالنسبة ليه. في ثلاث أنواع بالنسبة للرجال، فهو في تينور، في باريتون، وفي باص. فهو يخيل لي إن هو باريتون أكثر من إنه بيغني تينور. طبقة الصوت يخيل لي شيء عارفين أنا. ده بالنسبة أصلا الباريتون إن هو العالي، ده يقابل السوبرانو بالنسبة للستات. أما هو الباريتون فهو المتوسط، عشان طبقة الصوت بتاعته متوسط. فيجب ان هو يكون على حسب طبقه صوته انه يختار يغني. يعني هل الاغنيه اللي اختارها يعني بمعنى انه ما هي مطابقه الى؟ لا هي مطابقه، بس طبقه الصوت بتاعتها مرتفعه شويه بالنسبه لصوته فتضيع بعض النغمات او الايه. نعم، وطبعا لما تكون مرتفعه راح تضيع برأيك. لا هو حيتعب يعني نفس حنجرته حتتعب او احساسه بال لا هو بالنسبه لي أدى الأغنية يعني كويسة،
انت تعبان الحين ارتاح. هو ممكن يبين اذا كان تعبان ولا لا. لا هو انا تخيلي مش مقطوع كلامك بالخير. الاخ يعني يتلذذ انه هو يزعج نفسه في الأغنية. هو أداها سليم صحيح, صحيح. لكن لو ننزل له طبقة تون كان يمكن يؤديها أحسن. بس كأداء سليم وصوته يعني في نبرات شعبية والأغنية شعبية لحن حلو جميل. ولو يروح لذاعة يسجلون لحق الإذاعة المحلية. شنو عن المحلية؟ عشان اللون هذا مطلوب جدا في المحل. لا والأغنية حلوة هذه ان شاء الله تنجح. لا انا بالنسبه لي كرأي انا مش بقول عليه انه هو كده. لا لازم تعطينا رأي بالنسبه للاشياء العلميه يعني. لازم طبقه الصوت بتاعته. طيب الان نرجع للاستاذ طالب. وطبعا الاستاذ طالب غني متهيألي عن التعريف, كلنا نعرفه ملحن عراقي مشهور, لحن كثير من الاغنيات الجميله والمشهوره. اتذكر منها استاذ طالب اثنتنا وكذي وليل البنفسج هذولا يعني, وروحي وعزاز. وعزاز هذه عاد مشهورة الآن عندنا كلكم عزاز هذيل. فأستاذ طالب حكم يعني يعني وحدة الفن بيننا بالمنطقة, هل يعني تلاقي في فروق باللي أداه يعني أو عموما لأنه هو ملحن وأنا أعرف أنه هو يعني مثل ما سمعت انه متاثر بالالوان اللي هني. صح. الاخ طبعا ادى اغنيه وبحكم كوني جديد على الغناء الكويتي يعني, يعني مو جديد عن جديد عن بعد يعني عن قرب من ما لمست عن قرب الكويتي بالضبط يعني. الاغنيه كهاوي هو طبعا اداها اداء وأنا مع الست في رأيها أنه هو المكان اللي غنى بيه عالي شوية يعني لو يغني أقل. أما بالنسبة لي كملحن عراقي طبعا اللون العراقي هو لون قريب عن اللون الكويتي, لأنه الفن الكويتي والفن العراقي يعني أنا في اعتقادي توأمان يعني, وخصوصا الفنون الشعبية يعني, لأنه الفنون الشعبية في العراق متقاربة مع الفنون الشعبية لأنها مرت في ظروف تقريبا يعني متشابهة وقريبة. في ملامح بعض الشيء يعني من من الجورجينا والسامري قريبين من بعض يعني بعض الشيء. هي الفنون الشعبية في اختلاف شاسع بينه وبين. صح. هي القرب يعني. القرب يجب أن يكون في نقاط يعني مو في جميع النقاط. لا في ملامح يعني لو سمعنا السامري وطريقة إحنا أدائنا فيه وسمعنا الجورجينا العراقية لو عديتهم تلاقي هذا 10 من 8 وهذا 10 من 8. بعدين الاخوان العراقيين يعملوها 5 بس طريقة اداء الوزن يختلف التفاعيل وبعدين الضغوطات وبالنسبة للرتم بالنسبة لمخارج الالفاظ في يعني اختلاف بس في ملامح كذي يعني مثل الشكل تأثير البيئة كمان بيأثر. لا بعض الاغاني الفلكلورية الشعبية يعني اذكر في الطنبورة والليوة والكذا يعني في فرق شعبية. لا ما افتكر هي الطنبورة ولا الليوة ولا اغاني اخرى مثل القادري والاغاني البحر. لا لا انا اقصد الطنبورة والهذه. لا يعني هي السامري قريبة بس رتما وبعض الشكل يعني. انا متهيألي احنا بعد بعدنا عن الموضوع يعني لان انا لو لا هو اذا كان نقاش علمي هذا شيء ثاني يعني. فنرجع عليه ان شاء الله بعدين لان انا لي يعني نظر سؤال كلامكم هنا كان عموما طبعا. اي عموما انا ما يعني حددت التقارب العام. اما لا. اذا اريد نبحث في اوجه شبه كثيره موقف اخر طبعا. على العموم شكرا يعني على رأيكم وأتمنى أن الأخ ناصر يكون فعلا يعني سامع الكلام اللي انقال ويرتاح بيغني أغنية بعدين يتعب فيها. شيء آخر لا ما أعتقد يزعل. إذا تسمحين شيء آخر عقبي للأخ, الهواية اللي أنا متأكد منه إذا ما تدعم بثقافة موسيقية فنية فتعتبر لا شيء فيها. فأوصيه إذا كان يعني ما مكمل دراسة موسيقية فنية أوصيه يعني كملحن وكفنان أن يواصل دراسة موسيقية, لأنه دراسة الموسيقية وصقل الصوت علميا يفيده يعني كثير. طيب أرجو أن يكون سامعنا أيضا مرة ثانية. شكرا لكم.
أعزائي المشاهدين، الفقرة هذه راح تكون مع الهاوي إبراهيم طاحون. ممكن نتعرف عليك؟ إبراهيم طاحون، مدرس تربية موسيقية بوزارة التربية. أخ إبراهيم، أنك أعتقد مدرس موسيقى ومن زمان يمكن تمارس هذه الهواية أو من زمان طبعاً قوي، من قديم قوي. ناوي تحترف؟ الله يعني حسب التسهيل يعني. الله كريم. أي نعم. متهيألي صوتك شوي بعيد عن الميكروفون. اشتركت معنا في البرنامج هذيك المرة في الإذاعة. هل كنت مشترك من أول برامج أخرى أو كان لك يعني نشاطات؟ لا والله أبدا، هو بالنسبة لهنا في الإذاعة بس، هي المرة اللي تقابلنا فيها في الإذاعة فقط. طيب، احنا نتمنى لك التوفيق. ايش راح تغني لنا الليلة؟ وفي لحن الأستاذ محمد الموجي اللي هو غلطة واحدة. هاي غنتها فايزة أحمد. كويس. جميل. راح تغني لنا اعتقد بعلي معايا الموت. الأستاذ محمد عبد السلام ده زميل. ممكن نتعرف على الأستاذ؟ اهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا. راح تشارك الأخ إبراهيم في العزف الأغنية. يسعدنا تشريفك ويا هلا وسهلا فيك واحنا في الاستماع. شكرا. انساه يا قلبي ترتاح.
متى انساه يا قلبي ترتاح، انساه يا قلبي ترتاح، انساه يا قلبي ترتاح ترتاح. حبيبك ده كان يعمل كده، لو حبيبك ده كان يعمل كده، لمين الهجر ده يا قلبي مين اللي بدا؟ لو حبيبك ده كان يعمل كده، حبيبك ده كان يعمل كده، لمين الهجر ده يا قلبي مين اللي بدا؟ مكفايا غلطة في العمر وحدا. تتعبنيش يا قلبي احترت انا في الحب، ولا بيديش يا قلبي اجيب بدالك قلب. ما تتعبنيش يا قلبي احترت انا في الحب، ولا بيديش يا قلبي اجيب بدالك قلب. ولا احنا اخر يا قلبي، ولا اول اللي حب، خليك معايا وافهمني، ما تحبش اللي بيظلمني، خليك معايا وافهمني، كان يعمل كده، لو حبيبك ده كان يعمل كده، لمين الهجر ده يا قلبي مين اللي بدا؟ مكفايا غلطة في العمر. Thank you.
هاجر ولا هاجر معاه نفعين، ولا شوق ولا حب ولا حب معاه بلين، لا عتاب ولا هجر ولا هاجر معاه نفعين، ولا شوق ولا حب ولا حب معاه بلين، لا عتاب ولا هجر ولا هاجر معاه نفعين، ولا شوق ولا حب ولا حب معاه بلين، والعمر شاب وهو لسه شباب، والعمر شاب وهو لسه شباب، والعمر شاب 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 وهو لسه شباب، والعمر شاب وهو لسه شباب، العمر شاب شاب وهو لسه شباب، العمر شاب شاب وهو لسه شباب. لو حبيبك ده كان يعمل كده، لو حبيبك ده كان يعمل كده، لمين الهجر ده يا قلبي؟ مين اللي بدا مكفايا غلطة في العمر وحدا؟ وهكذا كنا أعزائي المشاهدين مع الهاوي إبراهيم طاحون وأغنية غلطة وحدة. نأتي الآن إلى رأي اللجنة بصوت الفنان أقدر أسميه من الآن إبراهيم طاحون. هو اسمه إبراهيم طاحون، سمينا فنان. فنان لأنه متهيأ لي بعد خالص جاهز هذا مثل ما أنا سمعت. هو ضربنا الهواء. هو حشر نفسه بركن الهواء لكن فنان هو. فما أعرف إنه تدي من الأخت ولا الأستاذ. السيدة. من الشمال واليمين. بحكم انه مصري يعني لا بحكم انه استاذ في محل مصري يجب ان احنا نبدا بالاستاذ عصمان علشان ما يبقاش في تحيز. لا لا احنا ناخذ رئيس لان انت استاذه بمعهد الدراسات. هو بالنسبه للاستاذ ابراهيم اظن كلنا سمعنا وكلنا بنقول انه فنان، فلا داعي لاننا نتكلم. اولا ظهر المقطوعه بالاكسبريشن بتاعها اللي هو التعبير، فعلا حسينا بالتعبير الموسيقي. كل واحد اذا كان حتى دارس الموسيقى او ولا مش دارس الموسيقى فعلا بيحس اذا كان ده خفيف او قوي، فده التعبير الموسيقي. واظن ادى للتاديه التمام فما اقدرش ازود عن كده. ودي اغنيه معروفه وطبعا ما فيش حكم عليها بعد كده ما اقدرش. طيب راي الاستاذ طالب. والله الاخ ابراهيم يعني كان جيد في ادائه، يعني أكثر من كلمة جيد ما أقدر أقول، يعني كان موفق
بالرغم من عدم وجود فرقة يعني معاه. هو يعني برأيي لو كان أكو فرقة موسيقية كان الأغنية يعني تبين يعني تبين أقوى. لكن طبعا هي الأغنية تعرف اللحن مو بسيط، يلزم له مدة علشان الفرقة تحفظها، لذلك غنيناها على العود. هو المطرب نفسه بيبقى ظاهر جودة صوته مع آلة واحدة، صح يعني الآلة الواحدة بتظهر جودة المغني أو المطرب. يا دوري يا دورك وصلنا. أنا أقول إن الأستاذ الفنان إبراهيم وكذلك الأستاذ عازف العود يعني أدوا، إنما هذا نص الأداء اللي ممكن إحنا نسمعه منهم. يمكن إن رهبة الكاميرا والميكروفون أثرت على الأخ إبراهيم، صحيح، ولا هو يقول أحسن من هذا ضعف، لأن عنده إمكانيات، عنده قرارات سليمة، وعنده إمكانيات فنية قوية جدا. كذلك الأستاذ اللي صاحبه بالعود يعني عوضنا عن الفرقة، هذا اللي نقدر نقوله. طبعا الشيء الجميل هو فارض نفسه، أعتقد كلكم ما في عندكم أي تعليق. شكرا لكم وكروان الحلقة، وأرجو أن يكون الأخ إبراهيم سامعنا. شكرا. سامعنا أنت؟ إيه طبعا. أعزائي المشاهدين، الفن الشعبي دائما وأبدا هو من أنجح الفنون، وفرقة الليوة للتراث الشعبي راح تقدم لنا هذه الفقرة وهي شتانجا سلام عليكم.
أعزائي المشاهدين، الفقرة التالية من برنامجنا راح تكون مع هذه الرقصة من اليوم. المشاهدين، آخر فقرة في برنامجنا الليلة راح تكون مع الفنان سليمان الموسى. يا هلا سليمان، يا هلا فيك. طبعا أنا أقدر أقول عليك فنان، لأن ما أعتقد أن أنت هاوي. لا طبعا، لأن طفت هذه المرحلة من زمان.
من متى يعني؟ يعني انت تغني؟ انا ماني محترف، انما ماني هاوي. فانت حللي هذا، بس متهيألي انا انت اقرب للاحتراف، لاني انا تقريبا اسمع لك اشرطه تقريبا مسجله يعني في الاسواق، وتحضر تحيي حفلات خاصه وشعبيه، ويعني اشهر من ان تعرف. بس هل أعرف عدم تعاونك مع الإذاعة ويعني وإشهارك كمطرب، هل راجع إلى أن أنت ما تقدمت أو يعني ما أجيز صوتك بالإذاعة؟ شلون؟ والله ما أجزت صح، لكن هذا ما وقفني إني أني ما أستمر في طريقي، بس قالوا لي مثل ما تصلح وكذا وقفت. لأ استمريت انت، لان هذا الفن لازم طريق الفن صعب، فيكفي اني استمريت وعندي شعبيتي، مو شرط اكون طريق الاذاعه. في عندنا مطربين وايد ما طلعوا عن طريق الاذاعه، فلا زالوا مشهورين يعني. وعندنا اصوات بالاذاعه بصراحه، في ناس مو مقتنعين منها برا، ورضى الناس قيت لا تدرك. طبعا اذواق مختلفه، ما ممكن واحد يقدر يسيطر عليها. اخ سليمان، انا سامعت لك يعني اغنيات لفريد الاطرش، يا ريت تقدر تغني لنا يعني لو شويه مقطع، يلا صح يعني دقيقتين صح، وبعدين تقدم لنا الاغنيه اللي راح تشترك فيها في حلقه اليوم. شكرا. شكرا عيني. ختم الصبر بعدنا بالتلاقي، وشفى الصدر أن نودك باقي. ختم الصبر بعدنا بالتلاقي، وشفى الصدر أن نودك Thank you.
نهاية حلقتنا توجه بالشكر إلى الأستاذة تفيدة الملاح وإلى الأستاذ الضيف الملحن طالب الغرقلي والأستاذ عثمان السيد، وشكري لفرقة الأضواء وللأخ سليمان الموسى، وشكري إلى جميع من شاركنا وساهم في هذا البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.